الهدف متاعك من العطلة هذه أنك في آخر العطلة إذا عديت الباك على برنامج الثلاثي الأول تنجح وتحقق منها نتائج طيبة. ديما ثم تلامذة يظنوا أن فترة الريفيزيون هي فترة واحدة، هي كالفترة متاع آخر العام. لا، فترات الريفيزيون متعددة. عطلة الشتاء تعتبر أول محطة للتحضير للباك، إذا تستغلها بالباهي تتحصل على نتائج أفضل. عسلامة، أنا محمد الشرشاري من منصة لسينا أكاديمي، باش نقدم لكم بعض النصائح الهامة للعطلة هذه حسب التجربة اللي خذتها مع تلامذتي. أول نصيحة نقدمها لكم أنه بعد ما تكمل امتحانات الثلاثي الأول ترتاح، تحاول تتفرهد كما يلزم وتنسى القراية جملة، خاطر باش تحضر روحك بتبيع على العطلة الشتاء. بعد ما ارتحت وتفرهدت وكل شيء، توا باش تحط قدامك أنا شنو اللي عملته في الأسبوع المغلق، يعني في السمان بلوكي الدفارات متاعك شو عملت فيهم، يعني بالمادة بالمادة وخاصة بينسير المواد الأساسية. فين عندي مشكلة؟ فين نقيت مشكلة؟ خطر سيسور الدفار اللي باش يعطيهولك باش يظهر لك المشاكل اللي عندك، يعني الدفار عطاهولك باش انت تفيق على روحك وتفيق على بعض الإخلالات اللي انت باش تصلحها في العطلة هذه. بطبيعة من أسباب النجاح أنك تنظم وقتك، يعني عندك نهار باش تقرأ فيه تنظم وقتك خاصة بالنسبة للمواد الأساسية. دونك تحدد وقت، مثلا هذا باش نقرأ فيه مثلا سيونس، هذا باش نقرأ فيه مات، هذا باش نقرأ فيه فيزيك. وبالطبيعة المدة اللي باش تقرأ فيها مات وفيزيك وإلا سيونس المواد الأساسية وإلا تكنيك وإلا أنفو، المواد هذيك تخصص لها وقت مطول. يعني مثلا ما نجيش بعد ساعة نقول هاني راجعت، لا، ساعتين ثلاثة مع تركيز، معناها فك الساعتين ثلاثة بحول الله تكون المراجعة ممتازة. يعني النهار نقسمه بطبيعة وما ننساش المواد الأخرى. المواد الأخرى بطبيعة كما قلنا قبل هي اللي تجيب المونسيون، دونك هذوكم زاد كيف كيف نخصص لهم وقتهم باش في آخر العطلة تلقاني معناها محضر كل شيء كما يلزم. هنا نزيد نأكد أنك أنت في النهار بيان سور تعطي روحك الوقت باش تخرج باش تتفرهد باش تعمل قهوة باش تدور. لازم خاطر كما تعرف معناها الانسان ما ينجمش يعديها قرايه 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 المخ راه ما يقبلش. دونك بعد كل فتره حضرت فيها نخرج ندور نتفرهد نتفاهم انا وصحابي، نخرجوا مع بعضنا انسي دو سويت. لكن بيان سور كل يوم نبدا نبرمج عندي ما نعم عندي ما نحضر ونوزع التحضير هذاك بالطبيعه على العطله كامله. كيفاش نراجع؟ كما قلنا معناها انا عندي مثلا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه دروس. أول حاجة كما متعودين نحاول نتأكد من الكور متاعي، نتأكد من لي فورميل متاعي، نبدأ معناها كل حكاية هذيك ما عادش عندي معاها حتى مشكل. وكيف كيف نبدأ نخدم دي زيكزرسيس، كان لازم دي زيكزرسيس أنا شفتهم قبل نزيد نعاودهم وحدي ونشوف معناها شنو اللي بقى معايا. سينو معناها ناخذ دوتر اكزرسيس. دونك عندنا البلاتفورم دونك لسينا أكاديمي باش تلقى فيها الملخصات الكل نتاع لي كور، باش تلقى معناها دي فيديو اون ديريكت دونك يفسروا لك برشا دروس. دونك معناها انا اول حاجه نبدا بالكور ونبدا نتمكن من الكور وبعد تالي نعمل لي زيكزرسيس. نعمل لي زيكزرسيس كيف نحس روحي اني انا معناها اغلب لي كيسيون نجم نجاوب عليهم، هذاك اش معناها انا رجعت. دونك ما تحطش في بالك انك انت سكرت الماده ولا سكرت الدرس انك انت معناها لي كيسيون الكل لازمك تجاوب عليهم. لا، نجم ساعات كيسيون في اكزرسيس ما تجاوبش عليه، لكن انت تحس روحك انك تخدم في الماده هذيك براحه كبيره وانك معناها اغلب لي كيسيون تجاوب عليهم وما عندكش مشكله، هذاك اش معناها سكرت الشابيتر. نجم التلميذ يحس انه الامور ما مشاتش بالكل في التريميست الاولى وفي السمان بلوكي معناها الدوفرات ما مشاوروش بالباهي، ماهيش نهاية العالم. هذيك بينت لك معناها بعض الإخلالات اللي عندك، يعني مثلا أنك في الريتم ما كانش ريتمك قوي، معناها كنت فلت دروس، كنت معناها ما كنتش أجور. أنت توا مازال عندك الوقت الكافي دونك باش ترجع وتكتسب الريتم. العطلة هذه باش تخليك تكتسب الريتم، وكالريتم ذاك إذا كان اكتسبته وراك ما عادش ترجع عليه. معناها بعد العطلة تولي تخدم بنفس معناها ريتم قوي ودائما تولي أجور وتولي تقرأ. أما ما تحطش في بالك أنه أنا لا سيء، لا مش سيء. يعني تنجم أنت في العطلة هذه بيان سور تراجع دروسك وراهو التقييم ما يقعش باللي نوت متاع البريمي تريماستر. لا، اللي نوت متاع البريمي تريماستر كانوا باهين
يسالش كان كانوا خايبين ما تحط شيء في بالك. معناها لي نوت هذوكم راه مش يزيدوا يحفزوك باش يزيدوا يخلوك تخدم اكثر. ولي نوت اللي حاشنا بهم باين تعرف انهم لي نوت اللي حاشنا بهم باين هما لي نوت نتاع الباك بلون. حتى لو كان خديت نوت خايبه ليسونسييل انه في الدوفوار الجاي في الكونترول نيميرو 2 ناخذ ما احسن وفي السنتيز نيميرو 2 ناخذ ما احسن. تاكد وقتها انك باش تنجح تاكد وهذا بالتجربه. يعني اذا كان معناها عمرك ما تحط في بالك انه انتهى كل شيء ومشيت الباك لا 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 عزيمه قويه في العطله هذه شويه خدمه شويه تضحيه بتبيع النجاح ما يجيش من غير تضحيه. ما نجيش انا نهار كامل قاعد ولا نهار كامل راقد ونقول معناها انا لا 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 تحب تنجح لابد من التضحيه ولابد من اكتساب الريتم. يعني ريتم مش معناها معناها نولي نخدم مثلا معناها الدروس نتاعي من غير قلق. كما قلت لكم ديما حسيت روحك تعبت حسيت روحك ما عادش نجم اخويا سايب كل شيء سايب كل شيء ما عادش تمس حتى شيء امشي ارتاح تفرهد بدل الجو حتى ولو تبقى نهارين نهار نهارين ما تمس حتى شيء ميساش. المهم بدل الجو وارجع واخدم في العطله هذه. اهم حاجه في العطله هذه انك تخرج وانت عندك ريتم نتاع خدمه وتخدم معناها بطريقه متواصله لغير من غير ما تسترسي روحك ومن غير زاد ما تسلم. هذاك هو الناس اللي نجحت واللي عملت نتائج باهرة راهي مش كي الناس اللي بقات معناها 24 ساعة ولا 12 ساعة وهو معناها كابي على القراية. لا 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 يقول لك راه خرجت كان سمعتهم شي في لي فيديو اكل معناها لي لوريا معناها يقول لك خرجت وتفرهدت وقريت وكذا. اما كي نقرا يعني نقرا هذيك الكلمة اللي ديما يقولوها وديما يعاودوها نقرا نقرا مش نقرا وانا معناها حال الفيسبوك ولا نقرا وانا ما كل مرة وانا تليفون كلم هذا ارجع لهذا. لا لا لازم تركيز. واذا كملت العطلة وانت حسيت روحك يا اخويا تقولوا هات هات معناها الدروس اللي حضرتهم هذوما في العطلة هاتولي نعد عليهم باك وتحس روحك باش تجيب فيهم نتائج باهرة راهي هذيك هذاك الهدف من المراجعة نتاع عطلة الشتاء. يعني انا عندي بعض الدروس كالدروس هذوكم حضرتهم بالباهي جيت في اخر العطلة قلت لهم اي مرحبا بكم كان تحبوني نعدي الباك نعديها حتى تو. الشعور هذاك يزمو يتواصل معك يزمو يتواصل معك في بيان سور في اخر جام في اخر فيفري كل مرة ونقولوا لك يا فلان هاي نعديه الباك تقول تفضلوا نعديه على خاطر انت واصلت بنفس العزيمة وبنفس التحضير وبنفس التضحية. هذاك اش معناها بطبيعة تحقيق نتائج باهرة ممكن لظروف ما الله أعلم كل إنسان وظروف. أني أنا سبحان الله ما خلطتش باش نحضر كما يلزم عطلة الشتاء وصارت مشاكل وصارت حاجات اللي أنا ما خلطتش. لا تحط شيء في بالك ما تحط شيء في بالك ليسونسيال واصل أحضر دروسك أقرأ ومازال عندك الوقت باش بيان سور ترجع لك الدروس هذوكم ومازال عندك الوقت. دونك عندك عطلة نصف الثلاثي الثاني عندك عطلة الثلاثي الثاني ما تحط شيء في بالك ليسونسيال طبعاً شي ما تسلمش شد صحيح وواصل وبحول الله يكون معناها في الاخر معناها اخر العام يكون مكلل بالنجاح. وكما تعرفوا معناها بلاتفورم لسينا اكاديمي ديما معاكم ديما مقدمت لكم معناها النصائح مقدمت لكم الدروس بار فيديو دونك الحصص المباشره لي بي دي اف كلهم على ذمتكم باش تنجحوا. ان شاء الله ربي يوفقكم وان شاء الله تنجحوا ان شاء الله تعملوا نتائج متميزه.